صباح الخير، سنة تالتة إعلام. النهاردة اتقابلنا لخامس مرة في محاضرة جديدة من محاضرات العلاقات العامة بعنوان استراتيجية العلاقات العامة. في مجموعة من الأسئلة هتشوفوها في بداية المحاضرة، بإذن الله على نهاية المحاضرة هتكون قادر إن أنت تجاوب على الأسئلة دي. ومعنى قدرتك إن أنت تجاوب على الأسئلة دي إن أنت فعلا فهمت المحاضرة واستوعبت كل النقط اللي جات فيها. لو استعرضنا مع بعض الأسئلة دي هنلاقي في عدة أسئلة. السؤال الأول، أنا بقولك تحدث عن وظائف العلاقات العامة، إيه هي وظائف العلاقات العامة؟ تاني حاجة بقولك تحدث عن تطبيقات العلاقات العامة في المجالات الصناعية والعلوم والتكنولوجيا والاستثمارات المالية والمصرفية. معنى كده ان احنا هنستعرض في المحاضرة دي كل الحاجات اللي احنا سألنا فيها دي. طيب بعد كده هقول لك تحدث عن إدارة العلاقات العامة في الهيئات والمنظمات غير التجارية، وتحدث بالتفصيل عن خصائص استخدام الأجهزة الحكومية للعلاقات العامة. كمان عندي سؤال خامس وأخير، تحدث بالتفصيل عن استراتيجية إدارة العلاقات العامة في النشاطات السياسية والتجارية وتنظيم المهرجانات والعروض العامة. بإذن الله المحاضرات تكون مفيدة جدا ليكم ومختلفة عن المحاضرات اللي فاتت. لو استعرضنا في البداية وظائف العلاقات العامة، يعني إيه وظائف العلاقات العامة؟ إحنا قلنا إن العلاقات العامة بتعتبر وسيلة من الوسائل اللي بنستخدمها في تشكيل الرأي العام في المجالات التجارية، الصناعية، في العلوم، في التكنولوجيا، في الاستثمارات المالية، في كل حاجة في حياتنا. العلاقات العامة دي وسيلة عشان أشكل رأي عام. يعني إيه أشكل رأي عام؟ يعني أخلي الرأي العام يأخذ اتجاه ما في ناحية قضية معينة، بالموافقة، بالرفض، بإن أنا أخليه محايد زي ما أنا عايز. وطبعا في خصائص بتستخدمها الهيئات غير التجارية والأجهزة الحكومية في إدارة العلاقات العامة واستراتيجيتها. وطبعا لو المؤسسة سياسية، لو المؤسسة بتختلف عن المؤسسة التجارية، بتختلف عن تنظيم المهرجانات والعروض، كل له طريقته في إدارة العلاقات العامة. طيب أنا عندي العلاقات العامة ضرورية في المجالات التجارية ليه؟ طيب لأن فعالية نشاطات الجهات كلها موجهة أكتر إن أنا بخاطب أكتر من جماعة مختلفة. أنا لو ليا نشاط تجاري ما وليا زبون زي ما بيقولوا، أو ليا مستهلك مستهدف، عادة بتبقى الشريحة بتاعتي عريضة جدا، بخاطب فئة كبيرة جدا من الجماهير. العمل المشترك ده بيخلي الجماعات دي تكون كل لها سمات مختلفة عن الأخرى. يعني كل ما الجمهور بتاعي بيكبر وكل ما الجمهور بتاعي بيبقى زي ما بنقول ماس كوميونيكيشن، يعني جمهور عريض، كل ما كانت مخاطبته بتبقى أصعب لأن بيبقى فيه صفات كتيرة مختلفة عن بعض. طيب لو قلنا الفرص للوصول إلى أهداف الهيئات التجارية دي بتبقى عن طريق إيه؟ إن أنا بلفت انتباه الأوساط الاجتماعية لسمعة الجهة بتاعتي بإن أنا بقوم بنشاطات معينة، بقول لهم خلوا بالكم أنا موجود، خلوا بالكم أنا اللي بعمل الحاجة الفلانية، خلوا بالكم أنا حد كويس أو أنا مؤسسة كويسة بقدر إن أنا أدير سمعتي بشكل جيد، فلو سمحتوا تابعوني، لو سمحتوا شوفوا العاملين اللي عندي، أنا ليا في مدير ما هو اللي بيدير الشركة بتاعتي، سمعته كويسة، كان شغال في أوساط عالمية قبل كده، كان شغال في جهات حكومية كمسؤول كبير قبل كده، فبقدر أروج للعاملين عندي وإن أنا ببني ثقة عند الناس في المؤسسة بتاعتي من خلال الناس اللي بتشتغل فيها، من خلال إن أنا بخليهم تبقى مؤسستي ليها ثقة في الأوساط الاجتماعية فكلهم بيتكلموا عنها، وبالتالي ما بيبقاش فيه إشاعات، ما فيش حاجات غامضة عنها. كمان بخلق سمعة الجهات المعنية في الأسواق الاستهلاكية الجديدة، إن أنا بدخل الأسواق الاستهلاكية الجديدة وبدير سمعة الشركة بتاعتي فيها. طيب عندي بعد كده إن أنا بحسن العلاقة بتاعتي مع الجهات المعنية أو الجهات اللي أنا بحاول إن أنا أبني فيها علاقات عامة جيدة، بعد ما بتجاوز الانتقادات الموجهة ليا كشركة. كمان أنا بحرص إن أنا أخلق زبون للمنتج الجديد بتاعي، وبخلق إن أنا بحرص إن أنا بخلق علاقات دايما تكون متسمة بالإيجاب.
إيجابية مع الجمهور بتاعي، يعني سواء أنا كنت ببني سمعتي لسه من أول وجديد وببني صورة ذهنية جديدة جدا على الناس، أنا مؤسسة جديدة ولسه بقول لهم أنا حد كويس وبستخدم أسلوب أنا لا أكذب ولكني أتجمل اللي اتكلمنا عليه في محاضرات سابقة، أو إن أنا بعد ما بتجاوز أزمة ما وكان عندي مشكلة ما في سمعتي وبدأت إن أنا أتجاوز الأزمة دي وأحسنها، فببدأ أرجع ثقة الجمهور فيا من جديد. كمان بحاول إن أنا أعزز موقف الجهات المعنية عندي عشان أتصدى لأي خطر خارجي، أي منافسة ملهاش لازمة. لو في مثلا أنا عندي مدير كويس جدا 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 بس بدأت تتسرب عنه معلومات إن هو عنده مشاكل شخصية مع زوجته، مشاكل شخصية ليه شقيق ليه اتجاهات سياسية معينة، الحاجات دي كلها دي وظيفة العلاقات العامة إن هي تبعد نظر الناس عن الحاجات الشخصية وتوجه دعمهم أو دعم الرأي العام للشركة ككل، وهو ده العمل المشترك بين العلاقات العامة وغيرها من القطاعات الأخرى لتحسين السمعة. طيب دلوقتي عندي ملامح رجل الأعمال، لما بشكلها لازم أشكلها بطريقة إيجابية في الأوساط الاجتماعية بتاعتي. ليه؟ لأن الجماهير بتلعب دور كبير جدا في الأوساط التجارية، لأن نص المواد الإخبارية اللي بتتناول المجالات التجارية مرتبطة بالأنشطة بتاعت الأفراد، مرتبطة ممكن أكون أنا كمؤسسة شغال 10 على 10 وكل حاجتي بتتسلم في مواعيدها، شركتي منتجاتها كويسة جدا، كل حاجة عندي بيرفكت، بس باجي ألاقي إن في إشاعة ما، فضيحة ما، تصرفات غير أخلاقية، أفعال إدارية خاطئة بدأت تتسرب عن الشركة بتاعتي، فبدأت ده كله يغير الصورة الاجتماعية بتاعت شركتي والصورة الذهنية بتاعت شركتي قدام الناس، فده هيوقعني في مأزق. عشان كده ده دور العلاقات العامة وأجهزة العلاقات العامة. ليه؟ لأن ليها زي ما اتفقنا تأثير غير مباشر على الرأي العام، لأن من خلال العلاقات العامة بقدر أحقق الأرباح. إزاي؟ لأن أنا قلت إن العلاقات العامة قبل كده وبعتها وبكررها إن هي وسيلة الإقناع بتاعتي اللي هقدر اتصدى من خلالها لاي اشاعه، هتبقى عباره زي حائط الصد لاي اشاعه او اي فضيحه او اي حاجه تؤثر بالسلب على مصالح العاملين والمستهلكين عندي. وبالتالي العلاقات العامه مهمه جدا في الانشطه التجاريه وفي الاعمال، حتى في الاعمال الخيريه مهمه جدا في العلاقات العامه. ليه مهمه العلاقات العامه في الحملات الخيريه؟ لاني انا هجمع فلوس من الناس، هقدر ان انا اخد منهم فلوس عشان اعمل خير. طيب انا لما هجمع فلوس عشان اعمل خير، مش لازم يكون الجماهير واثقة فيا عشان تديني المبالغ دي، ولا هتديني المبالغ دي كده بس يعني لمجرد لله وللوطن؟ لا طبعا، في ناس بيتبرعوا بالاف وفي ناس بيتبرعوا بملايين، وبالتالي فإني لما أكون باني صورة ذهنية جيدة عني وعن أنشطة المؤسسة بتاعتي، فالناس مش هتبخل عليا بإنهم يدوني تبرعاتهم ويكونوا واثقين فيا إلى حد كبير. طيب عندي بعد كده إن لازم آخد في الاعتبار الصفات غير الإيجابية اللي ممكن تظهر في بعض الحاجات اللي بتؤثر بالسلب على العلاقات العامة، زي ان يبقى في معلومات كتيرة خاطئة عند المنافسين بتوعي، اسعاري في كشركة بتكون عالية جدا، محدودية استخدام وسائل الاتصال عندي، مفيش حلقة وصل بيني وبين الجمهور بتاعي. طيب ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان سمعتي هتتأثر بالسلب جوه الاوساط التجارية. عشان كده لازم اكون حريص ان قنوات الاتصال بتاعتي كعلاقات عامة تكون قوية ووطيدة طول الوقت بالجمهور بتاعي. كمان العلاقات العامة مهمة جدا في المجالات الصناعية والعلمية والتكنولوجية وفي الاستثمارات المالية والمصرفية. ازاي؟ ان العلاقات العامة بتغطي كل المجالات اللي احنا قلناها دي، بتاخذ على عاتقها كل انواع المؤسسات ان هي تبقى حائط الصد وخط الدفاع الاول فيها، سواء كانت مؤسسة صناعية بتوفر فرص عمل كتيرة، بتوفر صناعات كتيرة وطنية، كمان بتدعم المنتجات الوطنية، كل الحاجات دي العلاقات العامة. زي ما شفنا
مؤخرا اللي هي الحملات العلاقات العامة، اللي هو اشتري المصري وبلاش تشتري المستورد، قاطع التركي، قاطع الدنماركي، قاطع القطري، اشتري منتجات بلدك. بلدك هي الأولى، ان انت تشتري منتجاتها، وابدأ اسوق لمنتجات بلدي، وابدأ اقول لو انت بتشتري المنتج الفلاني في عندك البديل واحد واثنين وثلاثة المصري. لو انت مش مصدق ان المصري كويس، اجيب ريفيو واثنين وثلاثة عن ناس استخدمت المنتج بتاعي ده المصري واشادت بيه. كل الحاجات دي بتساعد ان انا اخلق رأي عام داعم للمنتج بتاعي وللمؤسسة بتاعتي. كمان العلاقات العامة في الشركات مهمة جدا جدا، لان هي بتدير سمعة الشركة سواء كانت نشاطاتها خارجية او نشاطاتها الداخلية. فالعلاقات العامة لها أنشطة مهمة جدا. كمان العلاقات العامة مهمة جدا في المجالات العلمية والتكنولوجية. انت عارف طبعا ان احنا في اي مجال علمي او تكنولوجي محتاج لتمويل. التمويل ده هحصل عليه منين غير من رجال اعمال وناس مهتمة بالعلم والعلماء؟ طب لو انا مؤسسة كبيرة ومحتاج تمويل، هل اي حد هيديني التمويل ده، ولا لما يتأكد ان سمعتي جيدة جدا وان انا بحاجة فعلا للتمويل ده، وان انا هاخد التمويل ده واشتغل على اختراع جديد يفيد البشرية، مش هاخده احطه في جيبي؟ فطبعا العلاقات العامة هنا بتدرس المجالات العلمية اللي موجودة في السوق ومجالات التسويق المتاحة، وتبدأ ان هي تخاطب الجهات اللي ممكن تمول لي المؤسسة بتاعتي دي. فطبعا كمان العلاقات العامة بتقدر تقنع الناس بان انا بكل ما هو جديد. يعني انا كشركة وفي ظروف اقتصادية واقتصاد السوق اللي احنا شايفينه، اللي كل يوم بيتغير وحاجة دايناميك طول الوقت، ما اقدرش ان انا اعيش من غير تغيير ومن غير تجديد. طيب مين اللي هيقنع الناس بالتغيير وبالتجديد ده؟ العلاقات العامة هي اللي هتقدر تتواصل مع الجمهور، هي اللي هتقدر تقول يا جماعة احنا بنستخدم تكنولوجي جديدة، احنا بنستخدم زي مثلا التعليم الاونلاين. الناس الاول كانت في عندها ريزيست للتعليم الاونلاين، وبتقول هيبقى صعب وازاي وكده. بدأنا واحدة واحدة من خلال العلاقات العامة في التربية والتعليم وفي التعليم العالي، ان احنا نقول يا جماعة كل دول العالم بتلجأ للموضوع ده، وبما ان احنا في ظروف صعبة وظروف زي ظروف انتشار فيروس كورونا وكده، فاحنا محتاجين في الازمات دي لخلق طريقة استثمارية جديدة ولخلق طرق جديدة ان احنا نقدر نتواصل كبشر طول الوقت مع بعض، لكن بدون احتكاك وبدون لقاء مباشر. وممكن يكون في لقاء مباشر بس عبر الشاشات وعبر الالكترونيات، وهو ده اللي وصلنا له اخيرا. وبالتالي قدرت الاجهزة الحكومية ان هي تحشد الرأي العام في صالحها من خلال العلاقات العامة ومن خلال عملية الاقناع، وان انا طول الوقت بحاول اقنع الجمهور بكل ما هو جديد من خلال جهاز العلاقات العامة عندي. يبقى انا بيبقى عندي قنوات اتصال بقدر اخلقها مع الجمهور المستهدف، وبقدر ادخل فيها المساهمين بتوعي، المستثمرين بتوعي، الناس اللي ليهم مصلحة مشتركة، وببدأ المتخصصين في العلاقات العامة يقنعوا الرأي العام بالطريقة الجديدة اللي انا بستخدمها عشان يعرفوا ان ده في صالحهم 100%. كمان في المؤسسات والمجالات المصرفية نفس الطريقة، انا بقدم المساعدة اللازمة في الحاجات التمويلية عن طريق حاجات جديدة بقدر اقنع الجمهور بيها. مثلا عندنا شركة زي شركة فودافون قدرت ان هي تنافس البنوك دلوقتي في ارسال المبالغ المالية، وخصوصا في الازمة اللي احنا فيها دلوقتي. ده عملته ازاي؟ من خلال جهاز العلاقات العامة والتجديد فيها. اقنعت الناس ان هو انت من خلال البيت انت ممكن تشحن موبايلك، انت ممكن مش محتاج بنك عشان تبعت فلوس لابنك في اي مكان، او ان انت تبقى تشتري حاجة اونلاين او اي حاجة. انت كل اللي انت محتاجه ان انت يبقى عندك والت او حافظة على الخط بتاعك في فودافون، وتحط عليه الفلوس وتبعت الفلوس. الفلوس بقت رقمية، بقت الكترونية. تقدر ان انت من خلال خدماتك ان انت تنافس البنوك وتشرح للاوساط الاجتماعية الفرق بين خدمتك وخدمة البنك ايه. حتى البنوك نفسها بدأت تعمل تسهيلات وتتنافس فيما بينها ان هي تقدم تسهيلات اكتر للجمهور عشان يقبلوا عليها. العلاقات العامة بقى في الجهات غير التجارية. في الجهات الغير التجارية العلاقات العامة في ليها شغل كتير جدا. ممكن تكون الجهات الغير التجارية دي اللي هي المؤسسات بتاعة التبرعات، مستشفى بهية، جمعية رسالة، حاجة متعلقة بالمتقاعدين، بالمعاقين، بالناس المرضى. انا بوفر تمويل دايما
للحصول على موارد مالية كافية في المجال ده. طيب أنا دلوقتي كمؤسسة غير ربحية، أنا هستخدم العلاقات العامة بتاعتي في إيه؟ يا في العلاقات العامة في المؤسسات غير الربحية مهمة جدا 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 إلى أقصى درجة ممكن تتخيلها، عشان المؤسسات دي بتحتاج طبعا موارد مادية، والموارد المادية دي هي بتعاني من قلتها لأنها مؤسسة غير ربحية، هي بتاخد الفلوس المتبرع بيها وتعيد إرسالها لمن يستحقونها، يبقى هي مش بتاخد حاجة، مش بتكسب حاجة، وبالتالي فالعلاقات العامة بتقدم مساعدة عشان تحل الصعوبات المالية اللي بتواجهها المؤسسات دي، إما بإن هي ده من خلال كذا طريقة، إما إن هي بتخفض حركة الأموال اللي هي بتستهلكها الشركات دي وبتوصلها للمختصين بأقل النفقات المالية. إزاي برضو؟ إن أنا محتاج إعلان عشان أعلن عن نفسي كمؤسسة رسالة أو مؤسسة بهية عشان أشجع الناس إنهم يقدموا التبرعات ليا وأنشر أخبار عني وعن نشاطاتي وكده. طيب أنا كعلاقات عامة إيه؟ كعلاقات عامة أنا هبدأ أتواصل مع وسائل الاتصال الجماهيري، مع التلفزيون، مع الراديو، مع اللي هي إعلانات الشوارع، إن أنا أعمل الإعلانات بتاعتي يا إما فور فري أو ألاقي سبونسر ليا، حد راعي ليا هو اللي يعمل لي إعلاناتي، يا إما أدفع قدر زهيد جدا من الفلوس على الإعلانات دي عشان أقدر أبث الإعلانات بتاعتي المسموعة والمرئية. كمان ان انا بقدر انظم مجموعة من النشاطات عشان اقدر احصل على موارد مالية من خلال طرق كتيرة جدا، العلاقات العامة، من خلال العلاقات العامة انا هعمل حفلة خيرية كعلاقات عامة في مكان، فهروح لمكان في فندق ما واقول له لو سمحت ساعدني، فالفندق يا اما هيخليني بنص الثمن يا اما هيقول لي يا فندم هنوفر لك سبونسرز يرعوا الموضوع ده وانت ما تدفعش حاجة، يا اما هتدفع ثمن زهيد جدا، وبالتالي هبدأ أعمل الحفلات بتاعتي اللي هقدر أجمع فيها المبالغ المالية اللي هتعود بعد كده بالنفع على الناس اللي بيستحقوا كده. وأكبر مثال عندنا برضو أيام كورونا وكده كانت جمعية رسالة. جمعية رسالة عملت تحدي الخير، بدأت تجيب ممثلين وفنانين ولاعبين كورة يقولوا أنا بتحدى فلان وفلان وفلان، ويقول أسامي 5 من زملائه في المهنة نفسها أو في مهنة أخرى، ويقول انا هتحداهم ان انا هرعى 50 اسرة او 80 اسرة خلال ال3 شهور الجايين، اتحداني في الخير، فهو ده تحدي الخير. فكده جمعية رسالة قدرت ان هي تجمع تبرعات مالية بالملايين للناس اللي هم زي ما بيقولوا على باب الله اللي بيكسبوا يوم بيومه، وادى فيروس كورونا الى ان هم يقعدوا في البيوت، وبالتالي فاحنا مش هنسمح طبعا في مجتمعنا انهم يجوعوا او انهم يتعرضوا لأزمات اقتصادية حادة. فعشان كده ده هو كان من أسمى غايات العلاقات العامة، إن هي قدرت إن هي من خلال جمعية رسالة إن هي تغطي احتياجات عدد كبير جدا من الناس اللي ما عندهمش دخل كبير في حياتهم. العلاقات العامة كمان في الأجهزة الحكومية مهمة جدا. يمكن في الأجهزة الحكومية في ظل الأزمات اللي احنا موجودين فيها نتيجة لفيروس كورونا، من أشهر استخدامات العلاقات العامة مدى الحياة أو في الفترة اللي فاتت دي كلها أو مدى العقود السابقة. العلاقات العامة دلوقتي احنا بنستخدمها أو شايفينها في وزارة الصحة، في وزارة التربية والتعليم، في وزارة التعليم العالي، في وزارة الداخلية، في وزارة الخارجية، وكمان هنلاقيها في الجيش أو في وزارة الدفاع، الدفاع الوطني أو الجيش بتاعنا زي ما هنشوف. ليه بقى؟ الأجهزة الحكومية والأوساط الاجتماعية مهمة جدا 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 الأيام دي إن هي تتعامل مع الناس، زي وزارة الصحة مثلا. وزارة الصحة بدأت تقول يا جماعة خلوا بالكم، فيروس كورونا بينتشر نتيجة 1 2 3، انت لازم تكون واعي الفيروس بينتشر ازاي، طريقة الوقاية منه ازاي، ممكن ايه اسباب انتقاله، ايه اسباب كثرته، الوفيات في فيروس كورونا، طريقة دفن المتوفي، وده شايفين عملية التنمر بالناس المتوفين نتيجة لفيروس كورونا قد ايه دلوقتي. فبدأت الحكومة ترسخ فكرة لا للتنمر ضد المتوفين او ضد المصابين بمرض كورونا، وبدأوا يوفروا لنا معلومات، كل المعلومات اللي بيعملوها وكل البامفلتس اللي بيعملوها وكل اللوحات الارشادية اللي بيعملوها، لو نلاحظ
على طول بتلاقي مع تحيات إدارة العلاقات العامة. العلاقات العامة هي المسؤولة عن تسويق الأفكار الجديدة، وهي المسؤولة إن هي توجه الرأي العام تجاه الموضوع اللي الحكومة عايزة توجهه فيه. عشان كده وزارة الخارجية الأيام دي محتاجة جدا إن هي توطد علاقاتها بالدول الأخرى، فعشان كده ودت طيارتين مساعدات من مصر لإيطاليا، خلت إن إحنا نتعامل مع الصين في عز أزمتها. ده كله علاقات عامة. عندي كمان وزارة الداخلية بدأت تلف في الشوارع، تتحد مع الجماهير، تشغل لهم أغاني وطنية، تحتفل بأعياد ميلاد أبناء الشهداء. كل ده شغل علاقات عامة. الجيش طول الوقت واقف في محطات المترو بيوزع كمامات، بيقول لهم خلوا بالكم من نفسكم، احنا جنبكم. كل ده شغل علاقات عامة. برضو وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم، التعليم التربية والتعليم، كل ده شغل العلاقات العامة في الأجهزة والسلطات الحكومية. ليه بقى؟ عشان أدعم الصلات بيني كجهاز علاقات عامة جوه مؤسسة حكومية وبين المواطنين والهيئات الحكومية، إن أنا أبلغ المواطنين أول بأول بقرارات بتاعتي، عشان ما اسمحش لأي نوع من أنواع الشائعات يتسلل ليهم ويفهموا موضوع غلط. إن إحنا من خلالها بنتابع الحالات الاجتماعية اللي موجودة، شكاوي المواطنين، ردود أفعال المواطنين حيال الشخصيات الحكومية، هل هم راضيين عن وزارة الصحة، راضيين عن وزير التعليم العالي، وراضيين عن وزير التربية والتعليم، طب انتوا ايه احتجاجاتكم، طب انتوا زعلانين من ايه، طب انتوا مش فاهمين ايه، واحنا هنفهمه لكم. كل ده بنلاحظه في الفترة الحالية. اظن ما فيش امثلة توضيحية اكتر من اللي بيحصل دلوقتي، عشان تقدروا تطبقوا على المحاضرة دي، وهي محاضرة في غاية الأهمية لأنها تطبيق عملي لكل اللي بيحصل دلوقتي. يبقى كده انا بشكل سمعة ايجابية للأجهزة بتاعتي، للهيئات الحكومية بتاعتي، لقيادة البلد جوه الأوساط المستهدفة اللي هو الوسط بتاعي، جمهور مصر كله، كل الشعب، كل الشعب. وفعلا شايفين الشعب قد ايه الأيام دي متفاعل جدا مع الحكومة، بيحترمها جدا، بيقول فعلا مصر بخير، فعلا احنا متقدمين على دول العالم دلوقتي كلهم، بالنسبة للوعي، بالنسبة لحالات الوفاة في كورونا، بالنسبة لحالات الإصابة، بالنسبة لتعامل الوزارات المختلفة مع الأزمة اللي احنا فيها دي. كل ده ادى أهلية لرئيس الوزراء، وخلى كل الناس يشيدوا بيه، وان هو قادر على تجاوز الأزمة بشكل كبير جدا. ولو لاحظنا في الفترة اللي فاتت في فعلا إشادة بالحكومة بتاعتنا بطريقة جميلة جدا. كمان بتعتمد نشاطات العلاقات العامة في الأجهزة والسلطات الحكومية على الوعي والمعرفة. زي ما قلنا احنا طول الوقت بنحاول ان احنا ننشر الوعي والمعرفة بين أوساط الجماهير عشان نوصل لأفضل نتيجة. كمان استراتيجية العلاقات العامة بقى في النشاطات السياسية والتجارية وفي المهرجانات والعروض العامة. هنلاقي ان النشاطات السياسية للعلاقات العامة بتظهر أثناء تنظيم الحملات الانتخابية. ساعة ما يبقى في حملة انتخابية، أنا طبعا بحاول أجمل عضو مجلس الشعب أو الإنسان اللي أنا بنتخبه لمنصب معين، بحاول تاني أستخدم أنا لا أكذب ولكني أتجمل، بحاول أبينه في أبهى صوره، بحاول أبينه إن هو أحسن من أي منافس لي اختاره. أنا بقول كإدارة علاقات عامة اختار المرشح بتاعي لأنه بيتقدم على المنافسين بتاعه في 1 2 3، وتبدأ الحملات الانتخابية دايما بتقديم معلومات شخصية عن المرشحين وتصرفاتهم السياسية وإنهم إزاي ممكن يكونوا هم الأفضل. وبتبدأ بعد كده مرحلة تانية، إن هو الناخبين بقى يحصلوا على الموافقة بتاعتهم وينتظروا المرشح ده لعضوية البرلمان أو منصب رئيس الجمهورية عشان يكون هو المناسب للموضوع ده. وكمان بتعتمد الدراسات اللي بتقوم بها أجهزة العلاقات العامة في مجالات السياسة على تلخيص كل ما تتناوله وسائل الاتصال والإعلام من وجهات نظر تطال مصلحة المرشح، وبالتالي بتعتبر المعلومات اللي بتقدمها إدارة العلاقات العامة دي من أسباب نجاح المرشح، نتيجة للعمل المشترك بينه وبين وسائل الاتصال الجماهيري، وبتخلي الجمهور في الآخر يختار المرشح بتاعي ويقول هو ده اللي احنا اخترناه وفعلا راغبين فيه. كمان احنا من خلال العلاقات العامة بننظم المهرجانات اللي موجودة، وبننظم المؤتمرات الصحفية، وبنستخدم المعلومات اللي عندنا عشان الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشح بتاعنا، وبنقول هو الأفضل ليك عشان 1 2 3. كمان
انا من خلال اداره العلاقات العامه بقدر ان انا اسوق للسمعه الحسنه المتوفره لي الناخب بتاعي او المنتخب بتاعي، ان انا اقول ان هو الافضل، هو الاحسن، هو اللي عمل كذا، هو اللي قدم لك كذا، هو الافضل ليك فيما يتعلق بواحد اتنين تلاته. فانا هقدر ان انا احط المقترحات عشان احدد ان هو ده الافضل ليك وهو الاختيار الانسب ليك، واحط الشعارات السلوجن اللي ممكن يلزق اسم العضو ده في دماغي ان انا افتكره، واحط الرمز المناسب ليه عشان يقدر الجمهور يفتكره ولما يروح ينتخبه يفتكر ان هو ده الانسب وهو الاصح ليه. دي كلها عملية تسويق سياسي للحملات الانتخابية، والتسويق السياسي للحملات الانتخابية دي مهم جدا جدا جدا، ومحتاج خطة تحضيرية زي ما قلنا. للعلاقات العامة محتاجة لخطة تحضيرية دايما، واسلوب لمتابعة تطبيق الخطة، وان انا اصحح الخطة بتاعتي لو انا ماشي على خطة معينة بالنسبة للمرشح بتاعي ولقيت ان المنافس طلع لي بحاجة مش متوقعة. انا هبدأ في عملية التقييم زي ما اتفقنا، انا ببحث طول الوقت في العلاقات العامة، في عمليات العلاقات العامة انا ببحث وبجمع معلومات وبقيم طول الوقت. فلما بلاقي في عملية التقييم اللي هي المؤقتة او قصيرة المدى خلل ما، ببدأ ان انا اغير تاني في الخطة بتاعتي عشان اخلق السمعة السياسية الحلوة اللي انا، السمعة الطيبة اللي انا محتاجها في المرشح بتاعي، عشان افضل في عمل مستمر مع الناخبين، وان انا احرك جماعات الناخبين قبل بدء الانتخابات، وخاصة من 7 ل 10 ايام قبل الانتخابات، يعني اسبوع قبل الانتخابات، افكرهم بفلان ده هو المرشح الامثل، هو الافضل ليكم، خلوا بالكم هو ده الاصلح ليكم. كمان ان هو ان انا بسوق طبعا للمهرجانات الانتخابية وخصائصها وكل ما يتعلق بيها، وان انا بحاول ان انا على طول المهرجانات دي يبقى فيها حفلات موسيقية، فيها توزيع جوائز، فيها حاجات تلفت نظر الجمهور او تجذبهم عشان اقدر ان انا اكون السمعة الانتخابية للناخب السياسي بتاعي. وبكده احنا خلصنا محاضرة النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها، على امل اللقاء في محاضرات تانية كتير.